مرحبا، معكم بدر خلف بن عبد العزيز بن تركي الحربي من أب سعودي وأم إماراتية. أحب أعتذر لكل الناس على الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا. ما كنت أفكر صح، كنت بس أبي تعرفون الناس يشوفوني، بس الدنيا ما تسوى. لازم الواحد يفكر في آخرته، لازم الواحد يفكر أنه كيف يجهز حق الجنة والنار. فقررت أني يعني أتوب، اني اوقف الشغلات اللي كنت اسويها والفساتين والامور هذه كلها، وحتى صدري، لان الحين العمليه موجوده، فشليت صدري. يعني بحاول ان شاء الله اني اعدل شغلات كثيره. ابي دعمكم، ابي مساعدتكم في التغيير اللي صار. اتمنى توقفون معاي، واتمنى ما في احد يقعد يعايرني ويقول لي انت شنو صرت، انت شو كذا. مو مهم انا شنو صرت، مهم انا شنو ابي اصير. فدعمكم وقفتكم وياي يعني تسوى، وراح تغير ان شاء الله للافضل. مشكورين وايد مره ثانيه، اسف جدا على كل شيء صار.